تقريبا هذه سنتين ونص وحنا كنعانيو من واحد الفيروس اللي تسلط عنا في هذه البلاد هذه اللي هو التطبيقات عبر لابليكاسيون عبر النقل السري عبر لابليكاسيون. هذه سنتين وحنا كنناضلوا من اجل لقمه العيش مع هاد الناس في هذه البلاد هذه وحتى ما لقيناش شي اذون ساغيه لهذا المشكل ديالنا اللي هو كيعرفوا جميع الناس كتعرفوا الداخلية كتعرف هذا المشكل، سيد سي الوالي جهة الدار البيضاء سطات كيعرف هذا المشكل، جميع الناس كتعرف هذا المشكل اللي حنا كنعانيو حاليا، وحتى شي واحد ما بغى يمد لينا يد المساعدة. حنا دابا كنتواجدوا هنايا محاصرين واحد السيارة اللي هي كدير النقل السري اللي هي كتسمى بإيبير، ومحاصرين راه كاينة وحدة أخرى لهيه. هذه الساعة 3 ديال السويع ونص ديال المكانة وحنا واقفين هنايا كننتظروا الدائرة باقا ما وصلتش. هذه من جهة أخرى راسلنا جميع الهيئات اللي مسؤولة في هذا الوطن العزيز علينا وباقي ما لقيناش جواب.